بالزوار امك تعلق على شكلك ولبسك، اقول بداخلي بالعكس حلوه. لما تقول باكر من يطلب بيك، اقول كافي انا طالعها. لما تسوين كيكه وحلو وتحطينه على الطاوله ما حد يجيسه، انا اخذه واكله علشان تستانسين لما تردين تلقين المعون فاضي. لما اسمع شيء بخاطرك ما تدرين ايش كثر امسك نفسي علشان لا اركض ويبه وما اعرف ارجع ليش شفته. انا اسف اذا حسيتي بمشاعر معينة أو إذا حسيتي بالحب، بس يجوز وايد إنها تكون نزوة. فإذا أنا بعتذر عن سوء الفهم اللي صار، وغير هالحكي ما عندي. أنا ما بيش تزرعين علي بالرد، أدري إني فاجأتك وايد، بس اللي أتمنى إنك ما ترديني. سكوتك هذا يوترني اكثر من الاعتراف اللي انا قلته. نادر، انا اليوم جالي اتصال لازم اكون بمكان بعد شوي. اقدر اقول لك ردي بعدها؟ انا ما كان ودي اروح، بس احس هذه احسن فرصه عشان اقرر انهي الامور المعلقه ولا لا. احس اني عارف الجواب من الحين. وشلون عرفت؟ انا ادري ايش كثر انت تتمسكين بكل شيء تحبينه، مش كثر انت عنيدة ما تغيرين تفكيرك بالسؤال. بس ما تدري قلبي ايش كثر عزيز علي، وما اسمح حق اي احد يكسره. نلتقي بعد شوي واقول لك ردي. وانت موافقه؟ وليش ما وافق؟ هو بنتك. بنتي بصراحه هي طلعت مو كفو، والريال كفى ووفى ماجد، وعلي عليها زبيدة، ما حد مقدر مشاعرها. هي اللي سوت كل هذا بنفسها، ولا على بالك الريال بيقعد ينطرها طول العمر؟ أنا صدق متضايقة عليها، بس قلعتها تستاهل. أنا أقول يا فضة خلنا نتركد شوي، لا نستعيل. الحين أنت مو كنتي تبين الزوجين هالآدمية هذه اللي عندك؟ خلاص زوجيها يا بنت الحلال، ومالك شغل ببنتي. أنا يا فضة ما أحب المشاكل وخراب البيوت، يمكن الله يهديهم ويردون حق بعض. حتى لو بيرد لها أنا ماني موافقة، عقب كل اللي سوته بماجد هالمسكين هذا وطلعت روحه ما ترد له بعد. خلاص هالزبيدة هذه مو بنتكم مبدلة. يا حور ردت قالت زبيدة وبنتك، يبا أنت ايش عليك من زبيدة؟ صفحة زبيدة وماجد خلاص طويها خلصت. متأكدة؟ اي متأكدة، ودقي على البنت إذا تبين صج. الله يسر لها. دقي. ما شاء الله عليك بعدني ما خلص جملتي. بعد شنو؟